شوف لا تشذب، انا عرفت كل شيء، وبعدين انا ابي افهم شغله واحده بس، انا ايش قصرت في معك عشان تزوج هالصخله علي؟ عاد من زينها، من حالاتها، من اصلها اللي ما شاء الله. هي 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 سمعيني، انت داشه بيتي بدرع عمه وقاعد تسبين وتغلطين، تبين اشوه ليش خشوش مره ثانيه؟ انت وريلك يا زول لا تبين طاري، احترمي نفسك احسن لك. ويا هند صليحط بس، والله وطلع لك صوت يا بنت مناير، بس ما تنلامين. دام راكض وراها ومتزوجها علي اكيد يطلع لها صوت. يا حلوتش اقول احترمي نفسك دام انك داشه بيتي. لا اقضم لسانك، هذا ولا قصه من عرجه. انطمي، لما العمام يتحجون مع بعض الرعايا يسكتون، فهمتي؟ رعاع؟ انا تقولي لي رعاع؟ انت شفت جسمك حكش من زمان ومضبوقه. لا بنات داشه بيتي. بنات شكلك ما تراعي.